مبادرة دمي لوطني، هي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع خدمة الأمين الإمارات اليوم وشرطة دبي، وذلك للتبرع بالدم. الوطن هو أغلى ما نملك، فالمبادرة اسمها دمي لوطني، أنت تتبرع للوطن لكي تنقذ حياة الآخرين، الناس المحتاجين سواء في الحروب أو الحوادث الطرق أو العمليات الجراحية أو المصابين بالسرطان، لأن الدم هو أغلى ما يملكه الإنسان، فتبرعك بالدم هو عمل خيري لكي تنقذ حياة الآخرين، فتبرع بالدم.